لها أكثر من معنى أو مراد، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السلاح بسلاح عصره، بسلاح زمانه، وهذا قول ولا ينبغي أن نقلل من قدره، بل هو القول المختار عند الكثيرين. والقول الآخر قد تتعطل هذه الأسلحة. كيف بس عم الشيخ ما تكلمنا كلام عقلاء؟ يعني احنا مش درويش برضو، تعطل ايه الآن؟ سبحان ربي العظيم. تعلمون جميعا أن هذه الأسلحة الآن، وأن جل ما في الكون وفي الأرض يتحرك بالكمبيوتر. ولعلكم تذكرون أن نوعا من أنواع الفيروسات قد أصاب جهازا يعرف بالجهاز البيجر في ولاية من الولايات الأمريكية، فتعطلت الأجهزة في هذه الولاية بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيسي بفيروس من هذه الفيروسات، وأشعة جامايكا ربما منكم من قرأ أو سمع إلى آخره. لكن أنا لا أجزم بشيء من هذا، إنما أنا على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيهيئ الكون لمراده، سيهيئ الكون لمراده، سيهيئ الكون لما قضى وقدر ودبر سبحانه. لأن الكون لا يتحكم فيه أحد من الخلق، ولا تحكم الكون والأرض قوة من القوى أو دولة من الدول، لا 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 والله، بل الكون كله يدبره رب العالمين سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالأمر أمره، والملك ملكه، والتدبير تدبيره، وهو القادر على كل شيء. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولازلت أذكر وأنا في إحدى الزيارات لأمريكا، حينما سألني أحد الإخوة الأفاضل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وألوان خيولهم ويعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون كما سنرى، كيف ونحن نرى الأسلحة الآن تختلف؟ قلت والله لا أدري، الله أعلم بمراد نبي صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة هذا اليوم قدر الله عز وجل أن يأتيني أحد الإخوة ليصطحبني معه في سيارتي الخاصة، وكانت أحدث موديل سيارة مرسيدس، أحدث موديل، وتعلمون طرق أمريكا، وكنا في وقت الشتاء القارس، ونزل ضباب لا يمكن أن ترى من خلاله أي شيء، وإذ بالأخ فجأة يتوقف. قلت سبحان الله، يتوقف، السيارة موجودة، أحدث موديل، الطريق ممهد مليئة بالبنزين، قائد السيارة موجود، وفجأة أنزل الله جنديا من جنده، فتعطلت الميكنة، وقفت في مكانها، لم يستطع أن يخطو خطوة واحدة. قلت لا إله إلا الله، فالله على كل شيء قدير. لكنني لا أستطيع البتة أن أجزم بشيء وأقول هذا هو مراد رسول الله، فهذا ضرب من المجازفة، فضلا عن رجل يتكلم بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن بعض الملاحم ويتحدث عن الأشراط، ومع ذلك أيها الأفاضل تدبروا معي، أقول لا يستطيع عاقل على وجه الأرض فضلا عن عالم أن يقطع بوقت محدد معلوم لنهاية العالم أو لقيام الساعة. أكرر، لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم أن يقطع بوقت محدد معلوم لقيام الساعة، لأن هذا من الغيب الذي اختص به ربنا تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة، يخاطب نبينا المصطفى، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إمتى معدها، ما وقتها، وأين ستقع، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل متى الساعة؟ فقال المصطفى: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يا الله، أمين أهل السماء يسأل أمين أهل الأرض عن الساعة، متى الساعة؟ قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل يعلم أنه لا يعلم عنها شيئا، ولا جبريل نفسه يعلم عن وقتها شيئا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإذا كان أمين أهل السماء وأمين أهل الأرض لا يعلمان شيئا عن وقت قيام الساعة، فلا ينبغي لعاقل أن يجزم بأن الساعة ستقوم في السنة الفلانية وفي الشهر الفلاني إلى آخر هذه الكلمات والتواريخ التي قرأنا منها، يعني تواريخ كثيرة، وقد حذرت مرارا من ذلك، لأن هذا ضرب من المجازفة، وهذا جهل متين، وهذه رقة في الدين. لا يستطيع عاقل أن يقول بأن القيامة وبأن نهاية العالم ستقوم في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني في العام الفلاني، أبدا أبدا. ومع ذلك أقول أيها الأفاضل، الله سبحانه وتعالى الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه بل عن الملائكة المقربين، أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمدا صلى الله عليه وسلم على أمارات أو علامات أو أشراط الساعة. نعم، أطلعه على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: إن مفاتح الغيب خمس، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، يعني يعلم وقت قيام الساعة وحده، لم يطلع عليه ملكا ولا مرسلا ولا نبي مرسلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أقول ومع ذلك أطلع الله نبيه على الأمارات، على العلامات، على الأشراط. فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله ابتداء في حق نبيه عالم الغيب: فلو غير على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي وهو يشير إلى فمه الشريف المبارك: أكتب أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. يقول حذيفة بن اليمان والحديث في الصحيحين: لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. يا الله، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. بل قال المصطفى: اعدد ستا بين يدي الساعة. والحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك قال المصطفى: اعدد ستا بين يدي الساعة. ما هي؟ نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه السلسلة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن يجعلها دافعا لنا إلى العمل الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.